اتشال واترزع على السرير. انا اتجوزت ملكة الجن ولقيت زلط نازل ليا من المريخ مخصوص، وحياتي هتتدمر لو الزلط ده راح مني. على فكرة ده مش كلامي انا، ده كلام منصور. منصور حكايته اغرب من الخيال. انزل اعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعالى نعرف سوا اصل الحكاية. منصور شاب بشكل طبيعي وعادي جدا وبيتكلم بثقة عن احداث بيقول انها حصلت له، بس الاحداث دي كانها قصة مؤلفها مؤلف عبقري في قصص الغموض والرعب. في السماء فيها معايا حاجات من المريخ ومن القمر. بقول لها في ايه؟ بتقول لي انت بتطير. مره في مره بدات تخاف مني. طب احنا عايشين في الدنيا دي، ربنا خلقنا في الدنيا دي، كل واحد بيتحاسب على اللي هو بيعمله. اما حاجه عندي ان انا اصحى اروح شغلي لغايه الساعه 1 بالليل. انا ذات نفسي مش بحب الترند عشان بالدليل ان انا مش مقتنع بنفسي. منصور مش باين عليه اي هلوسه في البدايه، لكنه في الاخر قام وضرب الشيخ اللي كان بيحاوره على الهوا. قصته من البدايه كانت ايام انتشار فيروس كورونا، وكان منصور غفير على مخزن للاجهزه المستورده من الصين، وطبعا اسم الصين ايامها لوحده كان بيسبب الرعب للناس، لكن منصور كان قلبه جامد هو وابن عمه اللي كان معاه في نفس الوظيفه. بعد ما خلص شغلهم دخل ابن عم منصور الاوضه اللي كانت جنب المخزن اللي هم شغالين فيه، لكنه طلع بعد شويه وقال لمنصور بلاش تدخل الاوضه دي، الاوضه دي مسكونه. منصور ضحك عليه وقال له مسكونه ايه يا عم، انا تعبان وعايز انام. ودخل منصور الاوضه. منصور بيقول انه اول ما دخل الاوضه باب الاوضه اختفى، والاوضه اتحولت لاربع جدران مقفولين عليه، وقال حرفيا انه لقى ثلاثه شبه البيج رامي. وصفهم منصور وقال انهم كانوا ماسكين حربه وعذبوه، وكانت ملكه الجن واقفه بتتفرج عليهم، وكمان اخذوه المقابل علشان عايزين يعلموه طريقه الدفن. مش عايزك تستغرب يا صديقي، لان منصور قال كلام اغرب من كده بكتير. منصور بيقول انه بعد ما توسل لملكة الجن فجأة التلاتة اختفوا، والملكة كمان اختفت، وباب الاوضة ظهر تاني، وطلع منصور يجري بسرعة. واللي حصل ده كان بداية الرعب لمنصور مش النهاية. خلوهم يسيبوني انا بيتها يتخرب. يسيبوك ليه؟ ما يعلموك طريقه الدفن. قلت قعدت يعني اتوسل لها ان هي تعتقني، يعني قلت هتبقى بتاعي. بعد ما سمعنا منصور كده بعد اللي حصل له ده، ابتدت بينه وبين زوجته مشاكل، وكان بيشوفها زي البومه. ومنصور كمان اتعلق بملكه الجن اللي كان اسمها سندس، وقال انها كانت معلقه ثلاث نجوم، ملكه جن برتبه نقيب. اخش لمرات اشوفها بومه، اقول لها انت بومه، بس اللي كانت معايا الملكه اللي ظهرت لي سندس اسمها لها ثلاث نجوم، اسمها لها ثلاث نجوم. كلام منصور ما يدخلش العقل ومحدش يصدقه، بس الثقة اللي كان بيحكي بيها تخلينا عندنا فضول نكمل حكايته علشان نعرف اخرتها ايه مع منصور، ويا ترى سندس عملت معاه ايه. سندس ملكة الجن جابت فلوس لمنصور بطرق غير مباشرة، لانه كان بيكسب فلوس من اي مشروع كان بيعمله. منصور بيقول انه راح كفر الشيخ في منطقة اسمها بني بكار، وشافه شيخ هناك بالصدفة وقال له انه هيطلق مراته، لكن منصور بعد عنه. بس بعد كده منصور حس ان هو عايز يروح تاني للشيخ ده، ولقى نفسه عنده بدون ارادته. وبيقول منصور ان الشيخ طلع الجن منه، ومن ساعتها حياته اتقلبت خراب، لان تجارته خسرت، وخسر كل الفلوس اللي كسبها، وكل المواشي اللي كان شاريها ماتت، وطبعا حياته الزوجيه اتدمرت. وكمل منصور الهرتلات وقال ان كان في خدمه من الجن كانت بتامره بحاجات يعملها، وقال ان الخدمه دي جات له لما ابتدى يلم الزلط. ومن ضمن هلاوس منصور ان هو بيقول انه كان بيظهر له زلط بينور، وزلط جواه زئبق واحجار كريمه، وكرس حياته في لم الزلط. لما الشيخ ساله يعني ايه خدمه وازاي الزلط مهم جدا ليك، اتعصب عليه منصور وقام ضربه. طلعني كافر من ساعتها ومطلع. انت تقول كافر عشان اصلا ما ينفعش حد. ده انت طلعتني كافر في حياتك، طلعتني كافر، طلعتني بقى مش عارف له ديانه اساسا. ما ينفعش. كان يعني انا اله؟ لا، كاهن اللي هو بيتوقع اسرار عندك بقى عشان ايه؟ انت مش فايته معايا. ماشي، اصحى بقى منصور. ايوه اخرك فاضي بقى. فوق نفسك بقى. يا عم اخرك فاضي وانظبط يا ظبط يالا. ظبط يالا. زي ما شفنا منصور معرفش يجاوب على سؤال الشيخ، وادعى ان الشيخ عايز ياخد منه الخدمة، ومعرفش اصلا يقول له يعني ايه خدمة، واخر جنان في جنان. في الاخر النهاية معروفة، لان الجنان اشتغل ومنصور قام وضرب الشيخ. اللي شفناه مع منصور ده تفسيره الوحيد هو الجهل والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.
شيخ حلل حالة منصور وقال إن منصور أيام كورونا اتعرض لضغط عصبي ونفسي زي كل الناس، وده أثر على نفسيته وسبب له هلاوس. يعتبر كلام الشيخ منطقي لأن تجارة منصور خسرت، فممكن يكون تعب نفسيا بعد خسارته دي. وممكن برضه يكون منصور عايز يركب ترند السوشيال ميديا لأنه تصدر ترندات السوشيال ميديا بالفعل، والبرامج التلفزيونية استضافته لفترة طويلة. في النهاية أنا شايف إن حكاية منصور ما هي إلا هرتلات لواحد غير متزن نفسيا. نتمنى له ان هو يرجع انسان طبيعي وربنا يهدينا جميعا. ما تنسوش تقولوا لنا ايه رايكم في حكايه منصور، وهل في حد منكم اتعرض لحاجه زي كده في حياته؟ يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد من اصل الحكايه. السلام عليكم.